تجمع فنان النحت على الرمال من جميع أنحاء العالم في مدينة فيدرال واي بواشنطن للمشاركة في بطولة العالم للنحت على الرمال، والتي تنظم للمرة الأولى في أمريكا. 60 مبدعاً من أساتذة نحت الرمال قادموا من أكثر من 17 دولة ليحولوا مئات الأمتار من الرمال إلى تماثيل وأشكال بديعة. وتقسم المسابقة المشاركين إلى فرق، ويتكون كل فريق من 2 من الفنانين اللذين سينفقان 56 ساعة في تشكيل 20 مترا من الرمال وتحويلها إلى عمل فني قد يمحى سريعا، لكن أثره الجمالي سيبقى إلى وقت طويل. كانت بطولة العالم للنحت على الرمال تقام سنويا في كندا حتى العام الماضي، وستستمر بطولة هذا العام في أمريكا حتى 3 أكتوبر.